بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. النهاردة هنعمل لحمة كباب حلة. بنجيب اللحمة بنقطعها قطع زي ما انت عاوزة، الحجم اللي انت عاوزينه. طبعا كل ما كان كباب الحلة اللحمة متقطعة قطع صغيرة كل ما كان احسن تستوي بسرعة. بنجيب الخضار اللي هو البصل والفلفل والطماطم والثوم. كمية البصل ده زي ما انتوا عاوزين بتعمله، بس ممكن نزود البصل عن كده كمان بصلاية، يعني ممكن عكيله اللحمة ممكن نحط 4 بصلات كبار او 5 بصلات. بنقطع البصل قطع كبيرة او جوليان، احنا ممكن نعمل اللحمة كباب الحلة بنعملها ممكن بالبصل بس، بنزود كمية البصل شوية وما بنحطش طماطم ولا فلفل، وممكن نحط الحاجات دي كلها مع بعضها ني في ني كده، يعني نقطع البصل ونقطع الطماطم ونقطع الفلفل والثوم ونحطهم مع بعض ونحط عليهم اللحمة ونعلقهم على النار لغاية لما ينشفوا شوية، نحط كوباية مية ونسيبهم يستووا براحتهم. كده قطعنا البصل، ممكن نزود البصل عن كده وممكن نزود الطماطم كمان عن كده. بنقطع الطماطم بنفس الطريقة قطع صغيرة، ولو عندنا فلفل ألوان، يعني لو في قرن فلفل أصفر وقرن فلفل أحمر بيدي شكل حلو لكباب الحل، بنقطعه بنفس الطريقة. وبنجيب قرنين فلفل حامي وبنقطعهم برضو قطع صغيرة أو نفرمهم، والثوم كمان بنفرمه أو نقطعه قطع كده. بعد كده بنجيب حلة وبنحط فيها زيت أو سمنة، وبعد كده بننزل عليها بالبصل بعد ما الزيت يسخن، بننزل عليه بالبصل بس بنشوحه تشويحتين كده، ما بيغيبش، مش بنديله لون خالص بس يدبل شوية. بعد كده بنجيب الفلفل الحامي والثوم ونحطه عليه، خلاص البصل دبل شوية. بنجيب اللحمة اللي احنا مصفيينها كويس من المية وبنحطها على البصل ونقلبها فيه ونسيبها شوية لغاية لما تنشف من كل المية اللي فيه. خلاص كده اللحمة نشفت من المية، بنضيف لها بعد كده الفلفل والطماطم. وبنقلبهم مع بعض. وبنجيب البهارات بتاعتنا، بنحط معلقة صغيرة فلفل اسود ومعلقة صغيرة بهارات لحم ومعلقة كمون، وبنحط ورق لورا، وبنحط معلقة سكر، دي بتسرع شوية من تسوية اللحمة. وبعد كده بنجيب مية مغلية وبنزود اللحمة، وبنسيبها على نار متوسطة لغاية لما تستوي خالص. كل ما كانت اللحمة صغيرة كل ما كانت أحسن في كباب الحلة وبتستوي بسرعة. بعد ما قربت تستوي بنزودها، بنحط لها الملح وبعد ما بتستوي بنحطها في صينية وبنولع الشواية وبنحطها تحت الشواية 3 دقايق كده لغاية ما تاخد اللون ده. أتمنى أنها تعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.